عليكم الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. شفت في لي كومونتير كاين اللي طلبوا وصفات رمضانيه معسلات وطلبوا ثاني اطباق، دونك كل خطره واش رايحين نديرو اليوم مع بعض. رايحين نديرو خبز الباي، خبز الباي ولا خبز التونس، دونك نهضروا على المعسلات اليوم. خبز الباي ولا خبز التونس كل واحد واش يسميه. كاين اللي يقول لك كاين اختلاف، خاطر في واحد يندار بلا شابلور، واحد يندار بالبيسكوت، واحد يندار بلا بغيوش، دونك كل واحد واش يهضر. انا اللي نعرفو انه هو واحد. دوك نقول لكم علاش نعرف بلي هو واحد، هو خبز الباي هو خبز التونس، لانه تو سامبلومون خبز التونس كيما نسموه حنايا في بليدايت ونقولوا خبز التونس، سيغ الجي كلشي يقولوا خبز الباي. هو كما يقولوا حلوه معسله تقليديه كان يحبها باي الجزائر، والوصفه نتاعها شكون اخترعتها؟ اخترعتها امراه جزائريه واسمها تونس، دونك الوصفه هذه ما عندهاش علاقه بالبلد الشقيق تونس. كاين اللي يقول لك لا لا باسكو من لي تراديسيون تونيزيان، لا لا هدايا ماشي، سمحوا لي سوندري، هاد لا ريسيت ماشي تونيزيان، هاد لا ريسيت سي اون ريسيت تيبيكمون الجيريان. خبز الباي ولا خبز تونس هو وصفه لي حلوه معسله تندار بالخبز البايت، كان يحبها باي الجزائر ودارتها له الوصفه هاديه، دارتها امراه يسموها تونس. ولا حبيتوا تعرفوا القصه بالتدقيق قولوا لي المره الجايه نحكيها لكم. هذا الخبز واش نحتاجوا له؟ نحتاجوا له لا شابلور، نحتاجوا له المكسرات، نحتاجوا له البيض ايتو. نبداو ديريكتومون في لا ريسيت. واش نسحقوا؟ نسحقوا كيله نتاع لا شابلور، نفس الكيله انا كيلت بالكاس، ودوك نوري لكم البلاطو. هذا الكاس اللي راه فيه ليدام هو اللي كيلت به كلش. دونك نبداو نسحقوا كيله نتاع لا شابلور، يسمى نفس الكيله كيلت بها كلش. نص كيله سكر، انا نحب نقص السكر، كاين اللي يدير كيله كامله بصح يجي حلو بزاف، دونك ندير نص كيله سكر. كيله بيض انا رفد لي 4 حبات، كيله يدام نص مارغارين ونص زيت دايبه وبارده لا مارغارين، كيله نتاع جوز انا درت جوز، نتوما تحبوا ديروا اللوز، تحبوا ديروا واش حبيتوا، وست معاه زوج مغارف تاع لا نوا كوكو، تحبوا ديروا نص كيله ديروا نص كيله، كل واحد ومقدوره. لافاني باكي نتاع لا لوفور. وعندنا الشربات، شربات ديجا اول حاجه ديروها هي الشربات. هاي ليك انا طلقت فيها لوزس تاع تشينا، ما كانش عندي القارص وما عنديش تشينا حبه هكذاك باش ندي اون ترونش، عندي لو زيست فرونجيلاتور طلقت فيها لو زيست، درت كيله تاع سكر مع زوج كيلات ما، ودرتو غلا بوندون 10 مينوت، ودوك نصفيه من لو زيست نخلوه يبرد. من بعد نزيد له 3 مغارف نتاع ما زهر ولا فنجان تاع لاتاي تاع ما زهر، وراهي واجده الشربات تاعنا. دونك نعاود لكم بالنسبه للشربات، درت كيله تاع السكر نفس الكيله اللي استعملتها للا شابلور وكلش، هي اللي استعملتها هنا كيله نتاع سكر، زوج كيله تاع الماء، ديروا دي ترونش تاع القارص ولا تاع تشينا كيما حبيتوا، هي دو بريفيرونس القارص، تغلي 10 دقائق كي تطفوا عليها وتبرد تزيدوا لها كويس تاع لاتاي تاع ما زهر ونخلوها تبرد، لازم فريمون تكون بارده نفوتوا فيها. دوك نجيو لهنا نخدموا خبز التونس تاعنا ولا خبز الباي تاعنا. نحطوا البيض، ما تخدموش بالباتور، خدموا ديريكتومون. الفوق تاعي ديجا شعلتو راهو يسخن باسكو ماشي حاجه اللي حتشد اليد. نحطوا البيض، نحطوا السكر، نديروا قرصة الملح، نخلطوهم مع بعض خلاط خفيف، ما تحقوش تخلطوا بزاف ولا هكا برك. نزيدوا الكيله نتاع اليدام تاعنا. شوفوا قد ما نقول لكم سهله هاد لا ريسيت، او ميم طون تولوا الخبز هذاك تستغلوه. دايوغ راني دايرت لكم بليزيور ريسيت تاع الخبز البايت، راني دايرت لكم بودينغ، راني دايرت لكم كسره بالخبز البايت. دونك كيله تاع اليدام داكور، واش درنا؟ درنا كيله بيض اللي جاتنا 4 حبات، درنا كيله تاع اليدام ونص كيله سكر، نزيدو لافاني
لا فاني ما نساوهاش. نزيدوا المكسرات تاعنا، قلت لكم مكسرات ديروا نتوما واش تحبوا. انا هنا راني دايره الجوز ودرت معاه زوج مغارف نواط كوكو. ماذا بكم كي ديروا المكسرات ديما دخلوا هذيك شويه تاع نواط كوكو، تحبوا تحمسوها تحبوا ديروها ديريكت كيما درت انا، سا دوني تري تري بون غو. هكذا ونزيدوا الكيله نتاع لا شابلور، هذه هي. نزيدوا معها باكي نتاع لا لوفور شيميك. سمحوا لي على الحصه عند الجيران. وهذا هو خبز البيت تاعنا اللي تحب ديرو فيه رمضان في السهره، اللي تحب ديرو خدمه على وليدات غديرو مشروع عم يبيعوه في القهاوي، عم يبيعوه في لي صالون، يبيعوه في هذوك المحلات تاع لاتاي. على هلال تستفاد. هاولي هذا هو خبز البي، جي في بالكم شحال خدالنا من با 5 دقائق بالهضره تاعي تاع الديبي كلش، هو خدينا 6 دقائق جوسكا ميتنا. هاوليك خبز البي نتاعنا، نجيبو البلاطو دهناتو بالزيت. هاوليك راني دهناتو بالزيت، نفرغ لو ميلونج تاعي. ما تخلوهش يطول باسكو الخبز هذا كيشرب. شوفوا لا تيكستور تاعو كيفاش راهي، واللي تحبوا يجيها طالع بزاف مع ليدها غير دير ان بلاطو بلو بوتي. انا هذا البلاطو يجي مليح، ما يجي طالع بزاف ما يجي هابط كما يقولوا، مع اللي فيه لا لوفور فيه البيض. هذا هو خبز البيض ديالنا، نساويوه هكذا. لو فور تاعنا راهو شاعل، علاش قلت لكم شغل وجدو كلش باسكو هو غير تخدمو خلاص. سامحوني على الحس، راه نهبطو كلش ما نخلو والو هكذا. ومن طيابو ما يشدش اليد، راني دايره لو فور 180 دوك ندخلو واني نعسو نشعلو غير من التحت، ومن بعد نزيد نشعلو من الفوق ياك يحمر ونعاود نهبطو نخبطوه باش يتساوى. دوكا هكذايا خبز البي تاعنا. لو بلاطو تاعي نعرف ولا قلت لكم لا ديستونس فيه 20 سنتيمتر على واحد 30 ولا 28. دونك هذا هو خبز البي تاعنا، ساهل ماهل. راهو في رمضان يبيعوه كي يكون بالكاوكاو يبيعوه 6000 7000، ودوك الكاوكاو راهو زاد راهو 55000 في الكيلو، تسمى راهو باش لاغمو كما يقولوا. دونك سافوار شحال راهم يبيعو. دونك تقدر اي سيده ديرو هكذا، تقدر هنايا تزيدلو لي زامون دي فيلي، تقدر من بعد نشبحو حنا واش عندي في الدار، ندخلو يطيب ونعاودو نتلاقاو. والشربات تاعي راهي تبرد. هاوليك خبز البيض ديالنا طاب، شوفو راهو حمر هذا وين خرجتو من الفوق. الشربات ديالنا طابت وبردت، هايليك شوفو كيفاش تجي انسيغو. زدت لها المظهر، دوكا نفرخها كامل فوق خبز البي تاعنا. شوفوا رايح يشربها كومبليتمون باسكو هو راهو سخون وهي راهي بارده. فوالا هاد لا كونتيتي كشغل حتجيكم سوا سوا. وفوي راهو شربها كامل هكذا، نحاوليك شربها كامله مخلينا حتى قطره. طاب لنا وجهه يشهي، وجهه احمر. دوكا للتزيين كل واحد واش يحب يدير، كاين اللي يحب يدير الناباج، انا جو بريفير نقعد دون لو تيم نتاع حاجه تراديسيونيل. عندي لهنا العسل راكم تشوفوا ديريكتومون اللي مشري، وجيت ما ديروش كيما انا نسيت مقبل ما دفيتوش. دوكا راني دفيتو شويه باسكو شوفوا كيما دفيتوش، غير حطيت البانسو تاعي شويه فست الخبزه ديالي، بصح دوك تتخبى ما حبيتش نحي المقطع باش تشوفوا يسمى باش ما طيحوش في الغلطه.
دونك دفيو العسل وشوفوا غير بالعقل، جوزوا البانسو هكا جوست علاش باش يلصق لنا من بعد لا ديكو تاعنا تلصق او ميم طون يقعد لنا بغيون. دوك انا راح نديكوريه جوست بال بوسمو بالجوز مرحي نكمل نواسي هكذا. قلت لكم لازم تدفوا العسل باش ما يصراو لكمش انا واش صرالي. داكوغ دفوا العسل هكذا هايلك قلت لكم ما حاش تبانو من بعدا مي نتوما نفات با لا ميم ايغور. دفيو العسل سينو تالمون العسل تقيل رايحين تقبلكم. نكمل انايا باسكو نزيد شويه ندفي العسل نكمل نديكوريه ونتلاقاو. فوالا باش تجينا هذيك اللمعه قلت لكم ميم تصرا لكم ديكا كيما درت انا. بون ماشي ديكا غلطه كيما انا الانسان يسهى العسل توجور دفوه ما عندها حاجه باسكو هكذا هاولي كيتغطى كامل داكوغ وهكذا وتجيكم خبز تونس روعه سهرة رمضان. انا والله غير ماشي غير في سهرة رمضان دي فوا هكذا في السمانه ما نلقاش واش ندير ولا انا في الويكاند جينيرالمون نحب ندير لهم حاجه حلوه كيما غدوة ان شاء الله حابه نروح نشوف ميمتي وهي ما تاكلش الكاطو هاد الصوالح مي تحب خبز تونس خبز البي هذا تحبو دونك نديها لها ليها ندي لها شويه. هذه هي شوفوا كيفاش خرجت نخليها دوك تبرد هي دو بريفيرونس تخلوها تبات مي انا جو في ليسي جوست ريفرويدير ياك وكما يقولوا نقسمها ونوريها لكم هكذا. نتمنى لا ريسيت تكون عجبتكم نتمنى نكون كما يقولوا شرحتها مليح. هايليك شوفوا هذيك اللمعه تبقى كي نديروا العسل كاين اللي يحب يدير الناباج ديروا الناباج ماشي مشكل بصح الناباج جينيرالمون مع السخانه يقراص مي العسل ما تخافوش بصح كيما قلت لكم كساسوا الناباج ولا العسل لازم تدفيوه. هايليك شوفوا شحال جات شابه ومن بعد نقسم ونصور لكم ونحط لكم هكا دو بريفيرونس ديروها زعما اليوم باش تكونسوميوها غدوه مي تقدروا ساعتين ثلاثه حتى اربع سوايع تكونسوميوها. شوفوا من تحت كيفاش طابت طابت هائله. هكا نقول لكم صحه فطوركم ولا صحه عشاتكم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تهلاو في روحتكم تحتاجوا حاجه اخرى بون كاينه وحده قالت لي على الكنافه نديرها لكم بيانتو ان شاء الله. تحتاجوا حاجه اخرى خلوها لي في التعليقات ما تنساوش التشجيعات. تبقوا على خير والله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله. في امان الله.